لمناقشة التجاذبات السياسية بين أمريكا وإيران وانتهاج الأخيرة سياسة المراوغة وأثر ذلك على كل المنطقة، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان، مرحبا بكم. بحسب المراقبين، ميزانية إيران العسكرية تقلصت ما يقارب 25% بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكن لماذا تريد إدارة بايدن التخلي عن هذا التحول، عن هذه السياسة، طالما أن الولايات المتحدة يعني تعمل على موضوع تحجيم نفوذ إيران كما وعد بايدن؟ في الواقع سياسة ترامب تركت أثرها على الساحة الدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الواقع الإيراني، وهذا ما يربك إدارة بايدن الآن. هل لا يستطيع التخلي كليا عن العقوبات التي سبق أن فرضتها إدارة ترامب على إيران، وفي نفس الوقت يحاول أن يقدم صورة مختلفة للتعامل مع إيران ومحورها في المنطقة، وهذا ما يربك سياسته ويجعل الموقف الأمريكي غامض وغير واضح المعالم، ومن الصعوبة قراءة الأهداف الحقيقية للإدارة الأمريكية على الساحة الدولية وخاصة التعاطي مع الملف الإيراني. يحاول بايدن أو إدارة بايدن الآن كما ذكرتم في التقرير اتباع سياسة العصا والجزرة، فعملية تطوير التواصل الدبلوماسي وتقديم محفزات لإيران للتراجع عن برنامجها النووي والدخول في المفاوضات حول برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي مقابل رفع العقوبات أو وعد برفع العقوبات، وهذا ما أشار إليه روحاني منذ يومين إلى أن إيران تنتظر وعد أمريكي برفع العقوبات حتى تنخرط في عملية المفاوضات من جديد، وهذا ما لا تجرؤ عليه إدارة بايدن حتى الآن نظرا للتصعيد الإيراني في اليمن وفي العراق وعلى الساحة اللبنانية وفي مختلف الساحات في المنطقة. لا زالت إيران تحاول الضغط على كافة هذه الدول للإشارة للولايات المتحدة لأنها قوية وقادرة وتستطيع يعني تغيير الواقع الأمني على الساحة المحلية هنا في المنطقة، وخاصة بعد قصف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان. فلذلك أستاذ حسان، يعني هنا بماذا تفسر سعي بايدن بأن يعيد إيران إلى مائدة المفاوضات، وهناك حديث عن الإفراج عن أموالها المجمدة، بماذا تفسر ذلك؟ يبدو يعني يمكن قراءة الموقف الأمريكي على أن إدارة بايدن هي فعلا في جزء منها هي استمرار لإدارة أوباما السابقة والتي تقوم على إطالة أمد الأزمات في المنطقة وعدم حسمها، مما يسمح باستنزاف قوى كافة الدول في هذه المنطقة. إيران والدول العربية جميعها منخرطة في صراعات، وحسم هذا الصراع يعطي قوة لقوى إقليمية جديدة. لذلك لاحظنا أن إدارة بايدن فرضت عقوبات أو شبه أو تهديد بالعقوبات على المملكة العربية السعودية في محاولة لإظهار أن الولايات المتحدة بعد أن سبق أن فرضت عقوبات على تركيا وكذلك تحاصر إيران، هي أيضا مستعدة لفرض عقوبات على المملكة العربية السعودية وعلى غيرها من الدول العربية في حال خالفت شروط حقوق الإنسان التي تتبناها الولايات المتحدة. هذه إشارة لأنها لا تريد أن تبني تحالفات يعني مستديمة وثابتة في المنطقة، بل هي تحاول أن تدفع الجميع إلى الخضوع لقراراتها والخضوع لسياساتها في المنطقة سواء كانوا حلفاء أم خصوم، وهذا يتطلب إضعاف الجميع، وهذا يعني أن سياسة إدارة بايدن تقوم على إطالة أمد الأزمات واستنزاف كافة القوى في المنطقة. والآن بدأ الحديث عن تفاهم روسي أمريكي حول ملف السوري وإخراج إيران من سوريا، مما يعني أن الجميع سوف ينخرط في عملية إضعاف القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. أستاذ حسان، مع مساحة المناورة التي فتحها بايدن بسياسته تجاه إيران، كيف تنظر لمطالب إيران من الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي، طبعا من ضمنها برفع العقوبات كافة عن إيران؟ هل هو اختبار لبايدن وإدارته؟ الإيرانيون وخاصة من خلال حلفائهم وأدواتهم نرى أنهم لديهم ظن أو قناعة بأن الإدارة الجديدة غير مستعدة لخوض حرب أو الدخول في صراع مسلح مع إيران أو مع غيرها، لذلك يراهنون على أن الضغط الأمني والعسكري الذي تمارسه
ميليشيات إيران في المنطقة سوف يدفع الولايات المتحدة أكثر إلى التفاوض ومحاولة الوصول إلى تفاهم بالحد الأدنى مع إيران دون يعني فرض عقوبات جديدة أو الضغط أكثر على الإدارة والنظام في إيران، خاصة أن إيران لديها انتخابات مقبلة بعد أشهر، وبالتالي هي بحاجة أيضا للتفاوض للخروج من أزمتها الاقتصادية أو على الأقل لتقديم صورة جديدة من خلال انتخاباتها. فلذلك هذه النظرة الإيرانية تدفع إيران للتصعيد أملا في أن ترضخ الإدارة الأمريكية بشروطها والدخول في المفاوضات تحت الشروط الإيرانية وليس تحت الشروط الأمريكية. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.